تحركات عربية خفية ضد بشار الأسد بدأت في الظهور إلى العلن، فعلى ما يبدو أن هناك تغيرات كبيرة في موقف الدول العربية تجاه الأسد، وهناك أنباء عن أنه يتم التحضير لخطة ستقلب الموازين في سوريا قريباً، فما القصة؟ يبدو أن هناك تطورات خطيرة ومهمة تتعلق بمسار تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري، فبحسب مصادر دبلوماسية عربية هناك تغير كبير في موقف العرب تجاه بشار الأسد، وهناك خطة عربية جديدة بخصوص التعامل مع الملف السوري الفترة القادمة والتي ستحاصر الأسد ونظامه بشكل كامل. الخطة العربية الجديدة ستكون بمثابة خارطة طريق عربية جديدة في سوريا، ومن شأنها أن تضغط على النظام في دمشق بشكل كبير خلال المرحلة القادمة. تلك الخطة الجديدة جاءت بعدما وصل العرب إلى طريق مسدود بخصوص إمكانية الانفتاح العربي على نظام الأسد بعد تعنت النظام وعدم تنفيذه لأي من التعهدات التي تعهد بها للدول العربية قبل البدء بمسار التطبيع بين الطرفين قبل نحو 3 أشهر. وتهدف الخطة العربية الجديدة من ناحية لوضع الكرة في ملعب بشار الأسد الذي سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما خلال الفترة القادمة، ومن ناحية أخرى سيبدأ العرب في ممارسة ضغوطات جديدة على نظام الأسد وسيعلنون عن نهاية مسار التطبيع معه، ليضعوا بذلك الأسد في ورطة يضطر لاتخاذ قرار حاسم للتعامل مع المتغيرات الجديدة. وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن بشار الأسد إما أن يقبل بتقديم تنازلات جوهرية للدول العربية من أجل إرضائها وثنيها عن تنفيذ خطتها الجديدة بخصوص الملف السوري، وإما سيقرر التعنت والاستمرار بالارتماء في حضن طهران، الأمر الذي يعني مزيداً من العزلة والاستفحال في الأزمة الاقتصادية. الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة بشكل كبير، كما أنها سترسم ملامح المرحلة القادمة في سوريا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل الحديث عن عودة اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالملف السوري. وبحسب الخبراء فإن المملكة العربية السعودية تقوم في الفترة الحالية بالتنسيق بشكل مباشر مع الإدارة الأمريكية من أجل إحداث تغيير كبير في الملف السوري، وهناك توقعات بأن تمارس الرياض بالتعاون مع واشنطن ضغطاً كبيراً على الأسد ونظامه، وذلك لإجبار الأسد إما على تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بالتسوية السياسية الشاملة في سوريا، وإما سيتم التلويح بالتدخل المباشر لإنهاء حكم بشار الأسد في سوريا. Yeah.